كده كده. هذا حط غيره، حط لي من اللاوسي ذا المركب الذهبي. ايه هذاك هذا موجود صح؟ ايه ايه. أخذت من المرشد؟ إيه لا، هي المرشات موجودة فوق فوق. الأدهان أخذت؟ الأدهان لا، بس بأخذ الاثنين لأني أبي أعلن عليها بشكل يعني خاص. هل هو مسك الفخامة؟ لا لا لا، كذا كذا. إيه كذا. خل. لا لا بس كذا. أنا بها كيف؟ نبيها بشكل صاعدي، فهمتني؟ هذا أنا أرفع شوية. الله يعافيك. ابي الحين بس بجيب العيال. بس الله يعافيك يا مستجيب. ها ابد ما هي مشكله. انا عندي شيئين ذي. هذا المخلط. ايش المخلطات اللي اخذت؟ لا اخذت مسك مخلط افخر ومسك الفخامه. هذا ورد جسمي. نعم مسك ورد جسمي خلاص. اي ابي شو اسمها قستير. يا مستجيب للداعي. عشان هذا انا ابغى للتصوير. خلاص اجلت بها انت يعني؟ ايه هذا انا احتاجها. خلاص مرشات عندك صح؟ خلاص. يا مستجيب. انا بس اليوم بصور الاعواد. عطني بس هذه بس اللي بكبها. اكبها هنا لما تروح توديها؟ يا مستجيب للداعي. في عندك هناك غزير صح؟ لا، اي هناك هي موجودين. خذ دعوتي بسرعي. انا بالذات ذا يا ابو عبد الرؤوف. أيه. انا ذا احبه بزياده. ها عاد عطني طلب اكثر. لا تولع وانت ماسكه في يدك. ولع بسرعه. عطن. لا والله ما ولعت. ولا تولي. بس يا مرحبا والله. أبجيب لي من إيه أبجيب لي بس شاهي من هذا، وبجيب العيال اللي أنا وعدتهم يجلسون معي. في جدول على كيفك يا اوكي. طيب حاتم. بس ابي حاتم. يا حاتم يا ابو بلال. حاتم ابو بلال صقر تعال بس عند ساحة المتاجر. يا مستجيب للداعي خذ افخر الطيب. شوف انا لربما انه يعني انا شاري منهم افخر طيب. انا عندي بالبيت من كل المنتجات، ولكن ذي كسرته من عند افخر طيب اللي هي المروكي الذهبي. صدق شيء فاخر من الاخر. اذا تبي الطيب اللي عليه الكلام، الطيب اللي عليه الكلام زين بسم الله عندك طال عمرك افخر طيب. المتجر عبد الرؤوف اللي هو بالمتجر موجود. الماروكي الذهبي هذا هو الجديد صح؟ صحيح. اللي هو ذا. هذا الماروكي الذهبي الجديد اللي نزل بالمتجر يعني آخر ما نزل هو. آخر ما نزل هذا. نعم اللي هو أفخر اللي هو الماروكي الذهبي. نعم أنا جربت الماروكي هذا السبب. يا سلام أنا مجربه حق مناسبات رهيب. أنا مجربه ذا يا عبد الرؤوف. شيء فاخر من الآخر على زي ما يقولونه. ولكن الزمن ده زمن العقايب. بسم الله.
الطيب ترى إذا جيت بتستخدمه لابد أنك تشوف ظهر الطيب، العودة الكسرة، العودة نفسها تشوف ظهرها الملسة وفي خشنة، ولا لا يا عبد الرؤوف؟ تحطها على ظهر العود، لأن الخشنة هي ظهر العود صح؟ الملسة اللي هي مطلعينها ملمعينها وأنه اللي من برا اللي يعني خارج العود هي تصير دائم اللي هي أقو. ليش أصلا يحطونها على القشرة القاسية؟ علشان تجلس أكثر وما تحترق بسرعة وتفوح أكثر. هذا هو العود. العود أنواع وأشكال، ولكن أنا متأكد أن أفخر عندهم شيء فاخر من الآخر، اللاوسي. هذا حق استخدام يومي للبيوت، عود لاوسي يعني عندي بالبيت منه. شوف أنا عندي منهم جميعهم، عندي منهم كلهم، شاري منهم أنا للبيت عندي خاص والله للأهل. ولكن المروكي الذهبي الجديد شيء. حسين يا حسين، تعال 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 يا حسين. حسين تعال، الله يجزاك خير. هذا حسين طال عمرك. يا مرحبا يا ابو زاهر، الله يحييك. ايوه عندك المرشات، شوف عندك هذه سم، بس شوي خذ راحتك. عندك الرقائق اللي هي الفيتنامي استخدام شخصي. شوف في بالافخر الطيب اللي هو استخدام شخصي، في استخدام يومي، في مناسبات. المروكي حق مناسبات. تسمعني يا حسين؟ يا مرحبا، اقرط معي. السلام عليكم. اقرط معي، يلا حي. ما شاء الله ما شاء الله، يلا حي. افخر الطيب، افخر هزل عندهم طيب من ثقه، والله انه ثقه. السلام عليكم. انت صدق بالله عليك شري عنك، يلا حيه. مرحبا ومسهلا، جبت لي اللي هو الله حيه اقراص المروكي. اقراص المروكي ما شاء الله. يا مرحبا، اقرب يا ابو ثايب. تعال اجلس، تعال يا ابو ثايب هنا عندي، اجلس كلنا واحد. يا مرحبا. شوف انا يوم اقول لك قبل شوي، انا ترى بدايه اول الايام بنت رصيدك صدق والله يا عيال. طيب اسمع، انا جايب من بيتي، من بيتي نفس من افخر الطيب، كنت جايب اللي هو هذا الكلمنتان صح ولا لا؟ اي الكلم، اي دق الكلمنتان هذا انا ذا جايبه. وش هي هديه من عندي؟ هديه من عندي تكون. الله الله يهديك. هذا دق الكلمنتان كنت جايبه معي للبيت، جايبه معي من البيت، والله انه من افخر الطيب شاريه. زين ما شاء الله. يوم جيت هنا كنت اذا جانا ضيف ولا هذا كنت اطيب العيال، اطيب الضيف، اطيب العيال. العيال والله كلهم يسالون، والله كلهم يسالون من وين من وين من وين من وين. اخر اخر انا من هنا. نعم انت كل يوم ابو صبح الله يجزاك خير بيض وجهك، يجزاك خير يا يجيبه في المسجد يو تجيبنا عطر يا حبيبي. عاد يسالون العيال يقولون من وين، اقول والله من افخر الطيب. يقول احنا نشوفك جمع، قلت لي انا شاري والله من اول صدق، عاد انا شاري والله. قلت من افخر الطيب، والله انا كلهم يمدحوا، كلهم قال ما شاء الله الطيب طيب. طيب طيب صدق والله اني اتكلم جد والله. اي ف عندهم هذا المرش، تسمعني اللي هو مرش هذا مثبت الفرشات. يعني مكمل، ما هو كامل ولكن يعني يثبت ثبات اكثر، اللي هو مرش هذا مشر مرش 200 عند افخر الطيب، اللي هو فيه ريحه ورد كذا. الثاني الابيض اللي هو 100، انا يعجبني هذا. ليش يا اخي؟ تحس انه يعطيك يعني يقول يعطيك. خلني شوف كيف الاستخدام يا ابو. اصبر دقيقه خلني ياخذني شويه. خذ راحتك، خذ راحتك يا ابو، خذ راحتك بس لا تاخذ راحتي تكفى. عندك يا ابو قصيده عن الطيب اي شيء؟ طيب المرأة بس ابي باللعبان غني معي. رح لا توقف. ريحة الطيب سبت جروحي، كل ما جيت بدله ذكرتني. ريحة الطيب سبت جروحي، كل ما جيت بدله ذكرتني. ريحة الطيب سبت جروحي، كل ما جيت بدله ذكرتني. ما شاء الله تبارك الله. طيب يا ابو صباح الله يخليك لي، أسلم. كم عندك من انواع الطيب؟ شوف انا ما عديتين، ولكن عندنا من الطيب طال عمرك اللي هو العود تقريبا 6 انواع، اللي هو عندنا 6 انواع ولا لا يا ابو؟ نعم 6 انواع من العود. سبع انواع. اي اللي هو قصدك مع اي مع الاقراص. شوف الاقراص عندنا هذه، هذه ريحتها
يا أخي تعرف العود حق البيت البارد هذا طلع أقراص مروكي صح ولا لا يا أبو؟ ما شاء الله ما شاء الله مروكي أقراص مروكي هذا أنا مستخدمه الحين بستخدم بعضكم منه شيء فاخر من الآخر عندك اللي هو المروكي شايف شايف حباته تحكي حباته تتكلم شوف شوف قديش بسم الله ما شاء الله تبارك الله قديش شوف هذه حقة مناسبات هذا مروكي مناسبة عندك مناسبة كبر انا صدق كبر خشمك انا تراني شاري من قبل كبر خشمك ان شاء الله ان هي ان لا لا عليه ما شاء الله تبارك الله صراحة صراحة يجمل والله انا يجمل لو بتكلم شقو وهذا دقة كلمنتان طال عمرك ريحة حلوة عزق هذا دقة كلمنتان هذا اللي يسألوني عنه كلمة هذا سألوني عنه دقة كلمنتان هذا دقة دقة كلمنتان طيب نجرب منه هنجرب كيف ما نجرب هذا خلنا بنشوف نبي نجرب من كل واحد طيب وهذا هذا دقة كيف نطلع ده ولا كيف والله ما ينطلع العود ولكن عمل ما تبين تبين هذا نبي ننوع عرفت يقول العود من أول ركزة يا أبو هو صحيح نوع ركزة ها؟ طيب خلاص نبي لا تقلبوا ما بنطلع ما انا بقول الورده ابي اجيب لك الورده هو صحيح انه من ورا ركزه لكن بنطلع ما نبه الورده من ورا ركزه هنا كلنا واحد كلنا واحد امسك كذا كلنا واحد استعجل انت قصدك بتجرب شيء انت معي يا ابو شوف هذا دقت مروكي هذا ماش خلني بحط منه هذا مروكي الاخير ذا الاخير ذا مروكي لا اي الاخير ذا هذا ايه الاول ايه هذا مروكي مروكي ذهبي مروكي ذهبي والثاني ذا مروكي ايش لا هذا كلمنتان دقه كلمنتان ايه كان دقه كلمنتان كلمنتان بسم الله هذا ترى زين انبه وشو بخاره كثيف وريحته عطره انت معي بخاره قوي ايوه تعجبني يا ابو لعبه طيب والله يختلف عن الاول فرق قوي كل له جو والله ان ذا ان ذا نهله يعني كل من ذا يعني في الجو اقلط يا ابو عم فرح هذا اذا قالوا لك الطيب الاعلان بطريقه حلوه تعال تعلم منك احنا تعال معي تعال هذا الاعلان تعال بي شوف بس ابغاك عشان بيجي ابو فمين طيب باكل ابو فمين عيشه ها يجي ابو فمين وانت الله يحييك بنافس لك انت والله اني اقولها صادق طيب بس شكله ما راح ما راح هذا وش اسمه هذا اللاوسي الطيب بين الرياجين هذا استخدام يومي شوف بعطيك الاستخدام يومي وبعطيك الاستخدام اليومي هذا الاعلان صح شوف هذا دقه مروكي يا عيال هذا استخدام يومي وعندك طال عمرك اللي هو اللاوسي استخدام يومي كذلك للمناسبات شيء يجمل هذا بعد يعتبر شوف الكلمنتان دك هذا يعتبر يومي ويعتبر مناسبات يجمل صدق طيب يجمل اما المروكي والمروكي الذهبي مرحبا هذا يا مرحبا وانا اغرب هناك شميت ريح الطيب جيت على طول ترى طيبتهم قبل يمكن نص ساعه كذا طيبت انا شميت الطيب ما نستغرب من على الطيب يقول شمال اللي لهم في منبع الطيب خبره اوسع على الاجواد من فيض تشعيب واضوق على الانذال من خزق الابره هذا شو اسمه هذا النمر ما ادري شو اسمه هذا الكلمنتان ريحان هذا الكلمنتان هذا المروكي المروكي شغلنا اول ريحان بي تايجر يعني نمر ريحان حلوه التايجر هذا المروكي ها شفت المروكي هذا نعم مو هذا مروكي عرفت هو هذا مروكي ذهبي هذا الكلمنتان نعم هذا الكلمنتان انا اخطيت قبل شوي هذا التايجر هذا التايجر اللي انا امدحه النمر هذا التايجر اللي انا امدحه بسم الله على بسم الله هذا ويش هو يا بسم الله عليك يعني ما شاء الله هذا كلام لا لا كلام انت دقه كلام انت اي دقه كلام انت اي هذا لا هذا دقه كلام انت اي وهذا هذا دقه مروكي مروكي وهذا تايجر صح هذا التايجر نعم ما شاء الله اي كلام طيب عندك هندي لا شوف عندك هذه الرقائق شوف ذي هذه ترى اللي هي اقراص مروكي يا سلام هذه طيبه هذه للبيت استخدام يوم ريحة باردة وفوة صلع الحبيب يا أخي حتى عطني بغير بحط لكم محل لها من اسمها نصيب أفخر أنا أفخر الطيب خلاص يا أخي ما عاد بعد العود الأزرق شيء طب حظكم طول الله عمار هذا هندي صح يا لا هذا الفيتنام رقائق فيتنام ممتاز الفيتنام هذا الغاز نعم هذا استخدام شخصي هذا ممتاز ده على قولتهم فاخر من الآخر ها وش ذا؟ اي والله وش ذا؟ هذا ايش؟ هذه رقائق هذه انا مجرب ابو علي ابو بخرك
شوف بارده ودك تاكل الهواء. هذا تاكل الهواء بخاره، ودك تاكل بخاره ليه؟ لانها بارده بارده. ما تسالك دخان استريح، بنسولف سوالف ما نبي عاديه خلاص، احنا بعدنا عن هذا، ولكن بنسولف سوالف عاديه. مواقف صارت معكم بينك وبين اخوياك، موقف صار لك شيء ندمت عليه منها القبيل. والله ها خليه يعطينا ابو سعد. لا عندك اللي عنده شيء ابدي طارف يعطينا يا ترى ما الامر. انا وابو علي ابو مفرح الله يخليه لي علومنا وايد تحت البث، تحت البث خصا اكثر. ابوك ابدك ابو سعد شفت، وفيه علوم ما نقدر نقولها بعض. اي والله اسلم. يمكن تشوف تبكي، ما ادري يمكن تبكي يا سلطان. لا لا ها لا هي. والله يمكن اشوفك. اي هذا طال عمرك في واحد من قوه الفضفضه يقصدها ابو سعيد، انه وصلنا للعميق. احنا الحين احنا نعاني وش من هنا عادي. اي احنا هنا وش من عاني الاغلب. ليش ما نبي مقاطعات؟ ما نبي مقاطعات صح ولا لا؟ اي هذا في واحد طال عمرك كان في مجلس احد الشباب، خلني اسولف لكم سالفتهم طيبه ان شاء الله. اسلم. يقول فيه احد المجلس، يقول يدخل علينا هاك الرجال، يقول كبير عمره بالخمسين، فوق الخمسين متعدي، خمسين حول الخمسين يعني، يا رب خمسين توه دخل يعني شايب. اي يقول ويدخل علينا شايب. نعم يقول يدخل علينا، يقول ما شاء الله هاك البشت واشماغ مرتب ورزن. يقول ورج خبر المجلس محفوف بعد هذا يعني بعد جمعه، يقول حنا نقوم يبغى يسلم عليه، يقول يشرب بيده كذا كانه ما يشوفنا شيء، ويدخل بنص المجلس ويجلس. يقول راعي البيت ما يعرف، يقول تقلمص فوق اللهب كف، مصدم وش الرجال اللي دخل عليه وعند ربعه وما ادري وش، وسكت وضارك وجلس ولا بيقدر يقول له شيء ولا بيقدر يقول داخل المجلس. اي يقول هذا اللي جالس اللي مر الموقف ذا عليه، يقول قلت وش فيه، قلت يمكن في هذا، ولكن هيئته ما يعني ما تقول ان الرجال به شيء. صح. يقول له يوم عرفت ان انه متكبر، هذا شيء غريب مره بحي. غريب الحين ما تدور الرجال صاحي ولا شفت انه متكبر ساكت كذا. يقول ويصب له المضيف المعذب فنجان، يقول له كوع على المركب ولا رفع ولا يشوف هذا، وياخذ الفنجان ولا كان يشوف شيء ولا يسولف مع احد ولا يسولف مع احد. يقول هذا وشلونك طيب؟ يقول بدينا بالسوالف. اقلط ابو بلال، اقلط ابو بلال اقلط ارحب. يقول ابو بلال خلنا نسولف يا ابو ارحب. ابو عثمان انت على علم يا ابو. اي اقول يوم اقول يوم يا مرحبا تعال بيننا، وياخذ الفنجان هو كوعه على المركب. اقلط ابو بلال. ابغى تعيش ابد خذ راحتك. خذ تعيش واجيكم. يقول هو كوعه على المركب المر زين ويتقهوى. شبحت غير عيلك الرجال ذا فيه والله ما ادري. ويروحون بسالفه شلونك طيب؟ يقول يوم كل ما احد قال سالفه زرقها من فمه وقاعد يكملها، كل ما احد قال سالفه زرقها من فمه وقاعد يكلم يكملها. يقول ما ادري وش علم. يقول لما في واحد من الشيبان الجالسين بالمجلس، يقول رجال ثقيل ورجال الكلمه تؤخذ يعني اذا تكلم يسكتون الباقي وما يقول كلمه الا صح ثمينه ثمينه. يقول يوم شاف المجلس هذا، يقول هو يبدا قال يا الربع انا بقول لكم سالفه بس لا حد يقاطعني. قالوا تفضل. هذا الشايب ذا المتكبر اللي يقول لك الضيف اللي ما يعرفونه موجود بين. قال هذا في واحد من قديمه صارت هالسالفه يسولف على المجلس. قال جالس لنا في مجلس وكل من تكلم احد نقز فيه طبيعه انه ينقز بوجه الرجال، وكل ما سوى واحد نقز بوجه، وكل ما هذا قالوا له اللي حوله قال له رح للحكيم فلان، حكيم كلام حكيم عرف وعلاج. قال هو يروح. يوم راح قال يا فلان انا فيني كذا وكذا، قال انت شوف علاجك عندي. قال وشو؟ قال شوف روح دور لك واحد خبر وانتظره لين ما ينجرح دمه، اذا شفت دمه طر روح وشم دمه. هذاك ما قال خلاص ويروح يدور بالديره نمر ما في خبوق، يروح لما في واحد وقال بروح بشوف الديره بجنبنا يمكن فيها. يوم راح يوم راح اللي حصل هكا رجال شايب يلعب مع وغده. قال والله ان هذا الخبر. وينتظر ينتظر 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 الامير طفش وينتظر. يوم خذ شوي رعيه ذاك الرجال اللي يلعب معه شافهم قال وش عنده ذا؟
وروح اسال قال انت عندك هنا؟ قال والله انا انتظرك ينجرح يدك. قلت انتظر كلمت خبل تلعب معه قضى العيال يا عمي. قال هو لا الحكيم قال تضرب تنتظرني قال انتظرك تنجرح عشان اشم دم. قال وش؟ قال الحكيم قال لي كذا عشان ندور لك خبل. قال الخبل اللي تتكلم عنه هو اللي قطع المجالس هو اللي قطع كلام المجالس وقطع هذا هذاك اللي بالمجلس هو يسولف اللي يقول لكم ذا الرجال المتكبر ويضف نفسه بعدها سالفه ويمشي. عرف ترى بعضهم والله يقطع السوالف شيء عوده اي عوده عوده اي والله عطاه اياه في المجلس عطاه اياه في المجلس وقومه قال هلا على قولك يا ابو شوف والله ودك يطول العمر ودك انه يتخذ امامهم قرار صارم عودنا عليها السؤال اجراء اجراء دقيقه صل على النبي احنا الحين عندنا اعداد صح ولا لا مفروض اللي يقطع السالفه عرفت يعطونه طن سماعات زين خصم خصم ايوه خصم اي واحد عرفت لكن ان شاء الله ما هي موجوده خصم يعني زعلت الامور زعلت يا رجال والعرب تنفسوا شوي حد راح هنا وحد راح هنا وحد هنا الدنيا وسيع الدنيا سعه احيان احيان والله نتي تحط لك يا شيخ تبي تستانس فيها وتبي تسولف فيها خله بلا باس يجيك واحد اثنين ايه اما يجون طال عمرك بلا باس ما تصلح هل تعاني منه يا ابو بلال ولا ابو سعيد ولا لازم ان الواحد يتحلم بالريالتي العرب هنا مكبوتين عزل شوف الرقه وشيره الرقه لازم منهم يعني بعض المرات كذا وبعض المرات كذا وهنا 90 يوم نكون شو بيحصل فيها نعم انت شوف مع ما مع الرفيق الا رفيقه يصبر عليه والله انه يرعى بصدق كلنا كل ابوني انا كل اخواني انا ادري هذا الشيء انا ادري انا ادري عن الشيء هذا ادري الناس اللي بيتحلى بالريالتي ما يجي الجلسه يتحلى طال عمرك يروح في الساحه الابداع ذي في الجدران وفي الجدران يا اخوي انا والله العلي العظيم من اول اني اسولف مع اللمبات اني مستانس والله اني مستانس مع اللمبات والله اني مستانس اللمبات انا من اليوم ورايح انا خلاص معلمه انا وانا وانا ثنائيه ولا ما ثنائيه كلنا واحد كلنا واحد متعب حسين كلنا واحد متعب حسين كلنا حقين لا متعب حسين حسين متعب يا سلام عليك كلنا واحد متعب حسين حسين كلنا واحد كلنا اسمنا كلنا واحد كلنا واحد كاظمونا عباني ايوه هذا متعب ابو مره اسلم يسوون مباراه العب على المضمون النمون يا عادين حبيبي يا عادين الله يستر عليك الله يرد عاظم بالسلام يا رب يرد احمد بالسلام يا رب يرد اللي في البرايم بالسلام يا رب رد اللي في غير البرايم بالسلام سلام ترد العربان بس تردنا ردا جميلا صوب اهلنا رد اسلوب وترد فيصل يا رجال وترد فيصل بن هدلان وترد على عبد الله وترد على خالد يا رب عبد الله من اسمع 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 ما القاب يا خالد مصعب الله يستر عليك يا خالد الحجري ها شوف شوف اسمع اسمع انت وياه عبد الله الحجري هدت ما انتم ما لاحظتوا شيء والله انا جاء في الديره دي اصابات واجد ما يجي وحن عنده هم ها شفت انا اعلمك ليش ده طايح وده قايم وده رايح المستشفى وده راجع وده انا ولا هذا واذا صار شيء على شيء والله كله نفس الريالتي الحار لا لا لان ايش حن هاجدي تنام وتقوم تجلس جلسات سوالف لعب فقرات فهمت ما في حركه جسمك ما جالس يتنشط جسمك ما قاعد تغذيه بال شو اسمه بالريالتي خلك من فيتامينات ولا حتى الريالتي فهمت يعني عضلاتك هاجده عظامك صح صح هاجده ما يعني تدري ايش تسوي التغذيه السليمه اللي احنا نتغذاها في البيت هنا احنا نظامنا معكوس فهمت يعني المفروض انك اصلا تنام الليل النهار تقوم يعني عشان جسمك يكون جسم سليم غير ان هذا كله يعني المفروض انك تمارس الرياضه يوميا هف فهمت والله اني برانا اني كل يوم ما هو كل يوم يعني ثلاث ايام اربع ايام امشي 3 كيلو 4 كيلو سلام والله ونعم فايز النادر يا ولد هذا يا ابوي ايش العلم علنا كان في سالفه المنك جاتك ذا الحاله بردت عظامك وكذا خذ من افخر الطيب دون عود هات واحد يا ولد نعم اقرب 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 تحس بالريالتي هالحين ما يبغى طيب والتنشط ما تبغى طيب وتنتعش عرفت بروح اكل مع ها طيب لك عشان جرح بس يقول الطيب الطيب ما نستغرب بروح اكل مع عثمان اجيب مسك مسك عثمان لهم في من باعه
الطيب في مين؟ نعم يصلح الطيب على مسؤوليتي. ها ما هجيك حتى ما في كسر وش شكله. طيب يا ابوي افخر الطيب هذا وين هذا لقيت الطيب والله قلت سلحتني هذا خذه ودخل الطيب من بين الرياجيل مقسوم والمدح محد ماخذ له وكاله أهل نعم من دونها طيح وتقوم العمر يفنى والرصيد الجمال. ايش قال ايش قال يا ابو سعد؟ ايش قال يا ابو سعد؟ قرر الصوت يا ابو سعد. ايش كومك؟ كان مرشوش عليه من بارد. ايش كومك يا رجل؟ والله العظيم احيانا اروح يا ابو سعيد والله اني اروح ما تروح في شر ان شاء الله يا ابو سعد. كان صحن من النوم. اي والله يقول وجدي وجود اللي يخدر اليافاق. ولي صحف اللي حواليه برك. ضاعت على روحه وسعات الافاق نوب اني اغربه ونوب اني اشرب ضرب البوا فيه والسدر والساق تقول مرمى بالرصاص. الله يا سلام ماجد الصيف. ايش رايك بالمخلط اللي قبل شوي؟ وش اللي اعطيتك؟ ما عندي فيه. هذا طال عمرك مخلط صراحه ومسك ورد ومسك اللي يعرفه ما هو بجاي منك الطيب الا كل شيء هذا اللي يعرفه انتهى هذا اللي يعرفه والله انا يعد يا اخي الطيب هذا يا اخي الطيب في ملككم ما بصعيب ما هزيته فيك من هزيته فيكم ما اسمه يقول يقول الطيب على مثلك ما هو بصعيب ما هزيته فيك من بهزيبه دم حجلات اخوي ولا صاحب راعي نحى ما كل شيء نجيبه ما هو بدوين يقريب محظي وسيع صدر ولا مدي وديه بن جويب الله يرحمه يا سلام يا ولد ايش قال ونصد عني عنه يا بدر ما سلت مالي وراء الناس المصدين شقوى وانقال بشذاب الأعراض ما قلت رفعت عنها قصرت عنها الشيء قصرت عنها الشيء شيمة وتقوى ما دام بحيلة صبرت وتحملت وانقلت الحيلات حل الله حل الله عزل الله عزل الله جر جر الصوت يا أبو اللهم صلي اللهم صلي وانا أتعلم منكم لكن مثلنا الحين سؤال ومتحدث قال لا تندم على المعروف يا راعي المعروف ليضع عند الناس ما ضاع عند انت يا ابن ادم في ذا الحياه الجميل عندك خلق مثل خلق مثل السحاب نعم اللي فيها مطر نعم تجيلك قاع وتهمل عليها طال عمرك فيه قاع نصبخه ما يظهر لها نبت ولا يظهر لها ثمر نعم وفيه قاع يا طوال العمر لما جيتها زانت نعم فانما هو السلام عليكم سلام مرحبا ابو عمر حالك والله العظيم لو عمرك 24 25 توسطك في نادي الاهلي نسعى لك في نادي الاهلي